نعم حاسب كمل كمل يا حاج غادي نكمل لك. عاش المغرب عاشوا الشباب. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى من القنصليه المغربيه اللي في بيران وهم يقوموا لي بالواجبات ديال ولدي يصيفطوا لي باي طريقه. الا ما صيفطوش ليا انا ما عرفتش اش باقي ليا في اليوم غادي نموت. الا ما شفتوش انا كنطلب الله ورجال الامن والناس المسؤولين واصحاب الديوانه والناس الرجال ورجال الاعلى هما يديروا معايا نشوف باش يجي هو ولدي نشوفه راه لا حنين ولدي دابا ما بقاش عندي امل. الامل بقى مع الله سبحانه وتعالى. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى الملك الله يعطيه صحه جديده الله ينصره الله يغلبنا من عدا. وعاش المغرب عاش الشباب عاش رجال السلطه عاش القنصليه اللي في الارمن في 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 بيرنال. والحمد لله والشكر لكم الشكر لله والحمد لله. واخا اختي خويا راه قتلوا لينا خونا راه خويا اخويا الزهر خويا عاش الملك. انا غنطلب من حقوقك ويجيبوا لينا خونا راه مو عمي ما كتشوفش بالله مو با سالي راه ما عندوش صحه وما عندها صحه مورا ما كتشوفش عادي عباد الله عاش الملك ما يشافي محمد الزهر باش نطلبوا يجيبوا لينا خونا عنده بنيه اش داير لي محمد ما تهرسوا يديروا لي اي حاجه يشدوا في الحبس ما يقتلوش لينا راه معدا غير هو كتكسب باش مقودها هو اللي كيقودها عباد الله. عندو الصحه باه مريض عندو مرض مزمن خايب عندو باه ما عندو الكونسير ولا ما شافش علي راه كيعالج براسو راه في يدي مسكين طايح مهرس جمع شحال من هرسه راه مريض عباد الله كنفلفني وكيبني مسكين وطاح مهرس راه شحال ولا كتفلفلاش راه حالتهم واحد الحاله ما فيها ما توكل وما عليك من رحمه الله. عاش جلالة الملك عاش محمد السادس عاش رجال الإعلام. كنطلبوا بولد ختينا 30 سنة ما شفتو يجيبوه لنا علاش يقتلوا علاش علاش يموت مالوش شنو هو الأسباب ما كاينينش عندنا هنا 50 دولة كتعيش عندنا علاش الأمان غريبة الأمان غريبة البطولة عند الرجال علاش يقتلوا علاش شنو هو الأسباب. أنا ولينا 30 سنة ما شفتو 30 سنة ولينا في دمورة في دباه الله يجزى عليه الرحمة. عاش رجال الإعلام عاش جلالة الملك الله ينصرو الله ينصر الحكومة المغربية والصحراء المغربية والحمد لله أرض الأمان المغرب أرض الأمان أرض الخير أرض الإطمئنان الحمد لله رب العالمين الله ينصر جميعا. حاز عاود لي عاود الأولوية المسكين كيفاش نساو كيفاش السلام عليكم. ولدي هو اللي رافضني هو اللي هزني وأنا ما تهزوش من عينيا واليوم خرجوا لي واليوم انا طالبه منكم تعطوني حقوق ولدي تعطوني الحقوق تاع ولدي ورد لي ولدي يجيني قدامي انا مزوج فيكم ومعور فيكم. عاش سيدنا عاش محمد عاش المغرب بغيت ولدي يجيني عاش محمد عاش محمد هذا الملك. انا بغيت انا طالبه حقوق ولدي علاش ولدي ضربوه اشنو دير اشنو دير يحلو ويدوي وي وي ما حدو يدير يدير جديك غريب وانا من هيك يا زين ما عشت منك الراجل طيب وانا وليداتي من هيك انا عفو حتى بزمالي شفت سلامة انا بغيت ولدي انا بغيت ولدي جيني
وولدي قرحني وولدي شواني كيفاش خصك تقتلو كيفاش هكا ما خويا تربى تربى شبرطاسات في الدار من الله ملي نعط خويا عند راسو عاودو انا اليوم طالب بحق خويا انا اليوم بغيت العداله انا بغيت العداله انا بغيت خويا يجي المغرب انا خويا بغيت يجي المغرب عاش علي عاش الحبس التاديس انا بغيت خويا يجي المغرب انا بغيت خويا المغرب انا بغيت عاش الحبس التاديس جوج عيالات وراجل معاه جوج عيالات وراجل
الشاشه العينه الاخر وحده تيرات في القرطاس. هاد السيد دار لهم شي حاجه تيقولوا ما تقيسونيش طرا في الفيديو ما تقيسونيش على رجلي يطيحوه ما يقولوا ما تقيسونيش ما تقيسونيش هذه هي الهضره اللي علماتنا ما تقيسونيش ما تقيسونيش سيري وخديجه راهي هي اللي هازاه هو اللي هاز الصير ما عندهمش مساكن ما فحالهمش وما كنشوفش عليا عين عماس منا وعين دابا راك بنكا دايرت العدسه راه صافي تلاحت ليا العدسه هاد الناس كنطلبوا بالحقوق وعاش الملك الله ينصر سيدنا وعاش الشعب المغربي باش يجي هنا المغرب ونعرفوا علاش هاد العنصريه داروا لي بحال هكا ما عرفناش علاش علاش حنا برا ما كنقتلوهمش كيجيو لبلادنا المغرب كيعيشوا مزيان كياكلوا كيشربوا علاش هما عنصريين علاش يقتلوهم بغينا نعرفوا علاش قتلوهم والسلام عليكم هادي ما تخالفش الحمد لله انا كتعيش معاه تما كتعيش معاه لا ما عايشة تيجي تيجي عندو بنية هز لك الصغير عندو الواد عندو 5 سنين منين غادي ندير لك ولد عيشة ولد بنته ولد بنته ولد بنته باش غنعيش ما عنديش ما عنديش الرزق لي صح علاش باش داوي عينيها وانا بغيت داويها هو اللي مداويني هو اللي فتح ليا حد العين مشات لي هادي عاش الملك 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 عاش I'm not going to do that.
شافي الله ينصر فيك الله ينصر فيك شو خونا شو من على التليفون شو من على التليفون ما شاء الله.